وين تشتغل؟ والله اشتغل المدرس. مدرس ما شاء الله. لما تقول له فنان بيقول لك ايه. ولهذا هذا التنوع في الأداء الصوتي حياة على هذه الأرض. سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات. أول صرخة كانت للإنسان من عند نزوله من بطن أمه لهذه الدنيا، هذه الصرخة، هذا الصوت كان تعبير عن الحياة. سر الوصف شنو في قناة الجزيرة؟ مقياس الحرية لديها أكبر، تسلط عندها الفوكس أكبر من أي قناة أخرى. السودان واليمن يعني قريبين لبعض في التشابه. ذكرتنا في المقدمة هنا عندي واحد زميل سوداني بيقول لي على الناس اللي كانوا يروحوا لليمن يشتغلوا على سودانيين. السودان واليمن ضيع زمن. الأشياء اللي خلتني أواصل حبي للسودان إنه شاءت الظروف أن أكون أنا أول من يستقبل فنان السودان الله يرحمه محمد وردي والفرقة السودانية في مطار عدن. أنه وقف وردي أمام المايك يجي لي كمشكة، دخلنا في شغلة أخرى، دخلنا في قصة أخرى. آخر عمل هذا تعرضوا فيه لمشكلة. نعم أخذوهم كلهم كذا.